عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام المتابعين، حياتنا بكل بساطة. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الجبنة المقلية. هنعمل جبنة شيدر مقلية أو جبنة رومي زي ما حابين، بس اللي معانا إن شاء الله في الوصفة جبنة شيدر. يلا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. وأول حاجة هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الجبنة بتاعتنا زي ما بقولك، شيدر أو رومي اللي تفضلوه في الجبنة المقلية. ومعايا بيضة عليها رشة فلفل أسمر، ولو الجبنة هنا حادقة مش هنحط ملح، لو الجبنة دلع هنحط ملح، تمام. ومعايا فيجيتار أو بقسماط اللي يريحكم. ومعايا دقيق. مكونات سهلة وبسيطة. هنقطع مع بعض الجبنة الشيدر سواء عاوزاها طول أو عرض براحتكم، يعني ممكن نخليها كده شريحة كده، تمام. وممكن نقطعها بالطول بالطول، يعني هنكسر كده بالنص. صوابع بالشكل ده، فاللي تريحوه في التقطيع، واللي حبينا ممكن تعملوها مثلثات كمان، فالطريقة اللي تعجبكم هنعمل بيها. ولازم تبقى في التلاجة عشان في التقطيع تبقى سهلة معانا. خلصت الكمية بالشكل ده، تمام. هنجيب الأول البيضة وهنزل عليها بمعلقة لبن عشان تفك البيضة معانا بالشكل ده، وهقلبها كل بيضة بقى. لو البقسماط معانا مش متبهر ممكن تحط له اي بهارات بقى انتوا حابينها، البقسماط او الدقيق براحتكم. الاثنين ممكن نحط هنا حبة وهنا حبة لو البقسماط مش متبهر، بس انا عندي البقسماط هنا الفيجيتار بتاعي متبهر فمش هحط عليه اي حاجه خالص. وانا حطيت بس فلفل اسمر على البيض عشان الزفاره بس كده. بقى قطع الجبنه بتاعتنا وهحطها الاول في البيض، بيض واللبن. وبعدين هحطها في البقسماط في الدقيق. هنغلفه كويس بالشكل ده. لازم الجبنة تتغلف كويس. وبعد ما نغلفها بالشكل ده هحطها تاني في البيض. وبعدين هحطها في البقسماط وهبدأ بقى اغلفه كويس. لازم تتغلف كويس. بالشكل ده عشان تاخد طبقة من بره وتبقى سايحة من جوه. هنكمل الطريقة بالشكل ده. الأول هنحط في البيض وبعدين الدقيق وبعدين البقسماط.
طريقته سهلة وبسيطة ومقاديره بسيطة والطعم جميل جدا. وبس بقى بالشكل ده هعمل الكمية ونرجع نشوفها مع بعض. بعد ما خلصت الكمية بالشكل ده هحطها لمدة ساعة في التلاجة، او لو مستعجلة ممكن ربع ساعة في الفريزر، وبعدين نطلع نحمرها مع بعض. فانا هحطها دلوقتي، هغطيها وهحطها في التلاجة لمدة ساعة، وبعد كده هقليها واشوفكم ان شاء الله بعد ما تطلع. وبعد ما طلعتها قعدت ساعة في التلاجة، طلعتها وحطيت زيت على النار، والنار لازم تبقى نار متوسطة مش عالية عشان الجبنة تبقى سايحة منها. هحط الجبنة بتاعتي بالشكل ده لغاية ما تاخد اللون الذهب الحلو. ولازم النار تبقى متوسطة. وادي لونها، اللون بقى اللي يريحكم، عاوزينه فاتح او غامق اللي يريحكم اعملوه. والكفر زي ما هو مش فك معانا، الزيت معايا نضيف بالشكل ده. هطلعه ونشوفه بعد ما يطلع. وادي شكله بعد ما طلعته بالشكل ده. ممكن نعمله سندوتشات زي ما حابين، نقدم معاه طماطم، فلفل، اي حاجة، كاتشب، مايونيز، اي حاجة انتوا حابينها بتاكل معاها مع الجبنة المقلية بتاعتنا. طعم جميل جدا والشكل يعني تحفة، والريحة مش عاوزة اقول لكم. يا رب الطريقة تبقى سهلة وبسيطة، تنفع طبعا غدا، تنفع فطار او عشاء، وممكن غدا عادي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.